عرفت بجمالها الساحر منذ ظهورها الأول على الشاشة، بشرتها البيضاء وشعرها الأشقر جعلها من جميلات جيلها. رحيل والدها أثر على مشوارها الفني، وحتى الآن لم تجد عملاً مناسباً من أجل عودتها. هي شيرين سيف النصر، فتاة أحلام جيل التسعينيات. شيرين سيف النصر ولدت لأب مصري وأم فلسطينية عام 1967. درست شيرين الحقوق وتخرجت من الجامعة في عام 1991، وعاشت في فرنسا عدة سنوات في بداية حياتها. أثناء تواجدها في فرنسا تعرفت هناك على الفنان يوسف فرانسيس خلال عمله في السفارة المصرية، واختارها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة في أواخر الثمانينات. حققت شيرين نجاحاً كبيراً من خلال هذا العمل، ولفتت نظر المنتجين وصناع الفن خلال هذه الفترة، وقدمت العديد من الأعمال الشهيرة أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة. أما في السينما فقدمت سواء الهانم والنوم في العسل. في نهاية التسعينيات أعلنت شيرين اعتزالها الفن وقررت الزواج، وغابت عن الأضواء لعدة سنوات طويلة، لكنها في عام 2001 عادت للفن مجدداً وقدمت فيلم أمير الظلام، ثم قدمت مسلسل أصعب قرار، ولم تشارك في أي عمل فني مجدداً. عادت شيرين سيف النصر للأضواء مجدداً، وذلك بعد واقعة السرقة التي أعلنت عنها مؤخراً، واتهمت صديقتها المقربة بأنها السبب في سرقة مجوهراتها. أكدت شيرين أن سبب غيابها لمدة 12 عاماً عن التمثيل هو رحيل والدتها المفاجئ، وتأثرت بهذه التجربة بشكل كبير، خاصة وأنها كانت مرتبطة بها. شيرين سيف النصر تتمنى العودة للحياة الفنية من جديد، لكنها حتى الآن تبحث عن العمل الذي يناسب عمرها ومكانتها الفنية، وأكدت أنها كانت تتمنى المشاركة في مسلسل الاختيار ولو كضيفة شرف.